بلي قدم معامله للبلديه تخصص لك ارض ضمن التعليمات النافذه والساريه. تعدكم بالبلديه يعني سالم انا اشكرك جدا يعني مع الوزير وضح الموضوع وضح انت الان متجاوز ووضح لك الفكره وهسه ساره يعني الوزير جاي يقول لك روح قدم وفق الـ يعني الفقرات القانونيه قدم باعتباره موظف مستحق وباعتبارك موظف بالبلديه مشمول بالتخصيص. شكرا لك شكرا لك سالم. والميت يوم يعني ما هو اذا الموازنه هسه ما راح تكون كافيه للبلديات مو هاي مشكله مع الوزير. انا فقط يعني بودي يعني اوضح ما هي الغايه من الميت يوم. هل الغايه من الميت يوم بانه الوزارات تنفذ مشاريع استراتيجيه كبيره في هذه الميت يوم؟ قطعا لا. لانه فقط اجراءات الاعلان والاحاله والمباشره قد تستغرق ميت يوم بالنسبه لمشاريعنا الاستراتيجيه الكبيره. لكن ما هو المطلوب في الميت يوم؟ المطلوب من الوزير انه قدرته وكفاءته وامكانيته وقابليته على ان يضع الوزاره في الطريق الصحيح، على ان يحرك ما هو راكد في الوزاره، على ان يقوم باصلاح اداري على المستوى الترهل الاداري او على مستوى الفساد المالي او الاداري، ان يقوم بتحريك كل المشاريع التي تعاني من تلكؤات ومن توقفات. هذا الاطار اللي يجب انه يوفر الوزير خلال هذه الفتره. اضافه الى ذلك هنالك مشاريع وخدمات تقدم للمواطن ومحسوسه وملموسه للمواطن بصوره سريعه، لا يعني هي مو مشاريع استراتيجيه او كبيره، فممكن انه خلال هذه الفتره نقوم بها. من هذه الامور رفع الانقاض، تنظيف المدن، طمر المستنقعات او ردم المستنقعات. هذه المسائل بالحقيقه انه من خلال الوزاره ودوائرنا وجهنا فيها، هنالك خطط عمل في هذا الاتجاه لكل مديريات البلديات في المحافظات. من خلال زيارتنا للحسينيه قدمنا طلب لمجلس الوزراء، مبدئيا مجلس الوزراء وافق على انشاء جهد هندسي آلي يرتبط مباشرة بالوزير كغرفة عمليات. هذا الجهد من شأنه بأنه يقوم بخدمات سريعة جدا لأقضية ونواحي بغداد حصرا. خلال هذه الميت يوم أنه نقوم بعملية تنظيف كثير من المدن للأقضية والنواحي في المحافظة في بغداد إن شاء الله. يعني وزارة البلديات هو يصرح بموضوع الخطة الاستراتيجية الجديدة. هنا أريد أسألك أنه هاي راح تكون خطة عراقية بحتة؟ يعني احنا انتجناها. يعني ما المقصود بالخطه العراقيه؟ انا اقول لك ما المقصود، المقصود انه يعني احنا راح يعني نبتكرها لو راح نستنسخ تجارب ونجيبها ننفذها. راح اخذ منك الاجابه مع الوزير بس خلينا نروح الفاصل الثاني. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. حياكم الله من جديد. مع الوزير سألتك يعني الشيء راح نسويه بهاي الخطة الاستراتيجية الجديدة راح يكون إن به براءة اختراع مثل ما يقولون بالصحافة سبق يكون إنه لو أيضا تعتمدون على استنساخ تجارب إن كانت أوروبية من دول متقدمة أو أقلها أنه تجارب الدول المجاورة يعني. بل يعني حتى لا نغالي أكيد أنه إحنا وضعنا في العراق بسبب السياسات السابقة يعني هنالك فجوة بيننا وبين العالم على كل المستويات سواء كانت علمية إدارية فنية على كل المستويات. خلال الفترة الماضية كان هنالك كثير من اللقاءات مع الخبرات الأجنبية، ورشات عمل، ندوات، مؤتمرات داخل البلد وخارج البلد. هذه أضافت الكثير للكوادر المتقدمة في الوزارات. هذه واحد. اثنين أنه أنت ابن البلد أو أنت يعني من رحم هذه المشكلة، أنت ابن المشكلة أصلا، عايش المشكلة، وبالتالي بنصير عملية تمازج بين أنه أنت ابن الواقع وابن المشكلة وبين هذه الخبرة اللي جبتها من الخارج من خلال ورشة عمل أو ندوة أو مؤتمر. أكيد الخلطة راح تكون ثمرة منتجة إن شاء الله. فالخطة اللي وضعناها مثل ما قلت لك سابقا هي قاعدة بيانات، من عدها ننطلق إلى خطة خمسية أنه في سنة 2012 راح نسوي، ب 13 راح نسوي، راح تواجهنا مشكلة الموازنة. إحنا في سنة 2011 قدمنا موازنة طموحة وهذه الخطة بالحقيقة لم تتم المصادقة عليها ويعني أنزلت إلى النصف. يعني في سنة 2011 لا يوجد لدى الوزارة أي مشروع جديد، فقط تخصيصات سنوية لمشاريع أصلا هي مستمرة من سنة 2010 و2009 وحتى 2008.
وهذه مشكلة نواجهها. يعني ما الفائدة من خطة طموحة خمسية؟ ما الفائدة من اتخاذ قرار إذا لم تكن هنالك تغطية مالية لهذه الموازنات؟ الحلول اللي يزيد طين بلة بالنسبة لوزارة البلديات إن وزارتنا ومشاريعها غير قابلة للاستثمار. يعني ماكو مستثمر يجي يسوي لنا شارع أو يسوي لنا مجاري أو يسوي لنا، يعني ماكو هيش يعني. ذلك إنه مشكلتنا قد تتضاعف، يعني قد باقي الوزارات كأن تكون النقل أو الكهرباء أو الصحة فيها مجال واسع للاستثمار. على هالأساس طرحت هذا الموضوع بقوة في مجلس الوزراء وحتى في مجلس النواب. ومبدئيا الكل مقتنع بهذا الكلام والكل متفق بأنه لا بد من حصة معتد بها ضمن الخطة القادمة ضمن موازنة 2012 لوزارة البلديات. أضف إلى ذلك هنالك مشروع في طور الدراسة من قبل الحكومة في مجلس الوزراء اللي هو تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل. من خلال كلامي مع دولة رئيس الوزراء هنالك موافقة مبدئية على أنه الوزارة سوف تحظى بالنصيب الأفور الأوفر من هذه من هذا المشروع. شركات مستثمرين قابلين بالموضوع يعني يقبل بالدفع بالآجل؟ لا مو شركات مستثمرين، وإنما منفذين يأخذوا فلوسه بعدين بالآجل. وهذه مسألة يعني كثير من الشركات مستعدة للقيام بالمشاريع وتأخذ يعني استحقاقاتها بعدين. أنا سامع أنه أكو حل آخر، أنه من أكو مكان باستثمار أنه مجمع سكني بل. يفرض على المستثمر أنه يسوي للمجاري والمي وشارع يوصل إلى هذا المجمع، هذا قد وارد ممكن أنه أتفق به؟ قد هذه تحل مشكلة المجمع السكني اللي سواه المستثمر. أنا لا أتكلم عن مجمع صغير، أنا أتكلم عن مشكلة 15 محافظة تعاني النقص في الخدمات المجاري والماء بصورة رئيسية، وهذه لا تحل إلا عن طريق الدولة. الماء والمجاري لا تحل إلا عن طريق الدولة، والدولة يجب أن توفر موازنة، والموازنة غير متوفرة إلى الآن مع شديد الأسف. ولذلك نحن نأمل من خلال هذا البرنامج، برنامج أنه الدفع بالآجل، أنه نستطيع أن ننفذ مشاريع ضمن هاي الخطة الخمسية إن شاء الله. أسهم بعيدا شوي عن الموازنة مع الوزير، يعني موضوع البترودولار، موضوع المنافذ الحدودية. أنا بالرمادي وعندي شارع وما عندي نفط، بس عندي شارع كل السيارات الداخلة من عمان وسوريا تمشي عليه وتأذي، لذلك أنا أخذ ضريبة على مشيهم بالشارع، هاي ما تساعد للبلدية وهي موضوع شارع. أخذ منك الإجابة، خلي أخذ رنا، انتظرت ويانا هواي مع الوزير. رنا من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أخذ جناب الوزير؟ طبعا يسمعك مع الوزير. تفضلي يا أبو. تفضلي. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أبو. أستاذ أنا خريجة هندسة مدنية من عام 2009. نعم بلي. وقدمت على التعيين بال 2010. التعيين مالتي الفايل وصل للوزارة خلال يعني نهاية 2010. بلي. فتأخر إصدار الأمر إلى حين إقرار الميزانية مال 2011. زين. الميزانية انقررت وراح يصب لي تقريبا كم شهر أنا انتظر التعيين، ولحد الآن ما صدرت الأوامر مالتنا. انتظر إطلاق الدرجات الثلاثي. رنا اسمك الثلاثي؟ نعم. اسمك الثلاثي؟ اسمي بلي. ايه اسمي رنا محمد حسين. زين يا أبا، إذا واصل بالوزارة نشوفه، بس للمعلومات بأنه تعليمات الموازنة الاتحادية بخصوص الملاكات والتعيين تنص صراحة على أن الوظائف أو الدرجات اللي تنط لوزارة توزع على المحافظات نسبة حسب النسبة السكانية لكل محافظة. أي أنه لا شأن لنا بها، أنه التعيينات اللي تجينا راح نوزعها على المحافظات حسب النسبة السكانية. بس أنت تقصد التعيينات الجديدة معالي الوزير؟ ما هي تقول أنا يعني معاملتي قديمة قدمت نفس الحساب، يعني نفس القياس ويا التقديم الجديد طلبات الجديدة؟ بلي. اللي راح يجينا كوزارة اللي راح يجينا إذا رنا تسمعنا، يعني رنا أكيد تسمعنا بل. اللي راح يجينا من الوزارة هي درجات وظيفية لسنة 2011. كل الدرجات الوظيفية اللي راح تجي للوزارة توزع للمحافظات حسب النسبة السكانية. ومع ذلك أنا سوف أبحث عن هذا الفايل والملف، فإذا كان بالإمكان أنه يعني التعاقد مع رنا على سبيل المثال بأجر يومي أو عقد لحين ورود هذه الدرجات فلا مانع. أنا ما أدري ليش مطمئن أنه يعني السلطة التنفيذية هالمرة ما راح تقصر بموضوع التعيينات، بس تحتاج شوية درجات وظيفية أكثر يعني بالوزارات. إن شاء الله ما راح تقصر. يعني أنا بعدين أحكي وياكم موضوع التعيينات وشو راح تسوون التعيينات عندكم، بس خلينا نكمل على البترودولار والضريبة. كلامك منطقي وصحيح جدا. يساعد. أي يساعد جدا يعني، بس هذا الكلام خاص بالحكومات المحلية وليس بالوزارة. أنا أتكلم عن مشاريع استراتيجية تنفذها الوزارة. وحقيقة أنه النهضة التنموية الحقيقية تتم من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى، شبكات
معالجة أو وحدات معالجة المياه الثقيلة، شبكات تصريف مياه الأمطار، شبكات تصريف المياه الثقيلة، مشاريع الماء الكبيرة العملاقة، هذه كلها من قبل الوزارة وكلها تحتاج إلى موازنات، وإحنا كوزارة لا علاقة لنا بالبترودولار أو بالمنافذ لأنها من اختصاصات الحكومات المحلية، قد تساعد مو قد وإنما بالتأكيد تساعد المحافظات والحكومات المحلية على إنجاز كثير من المشاريع السنوية الصغيرة من خلال هذه الموازنات. يعني انتم محرومين من كل شيء ما ادري. لا لا بالتاكيد احنا ما عندنا غير الموازنه لانه كاستثمار ما لنا علاقه بالاستثمار. انا ما ادري يعني بدايه انه اريد احكي شوي عن زيارتك القريبه اللي كانت للسماوه. بل كانت بها اشاده كبيره، وانا اشكر طبعا زميلتنا فرح الجبوري مراسلتنا من السماوه اللي وافتنا بتفصيلات هاي الزياره. بل انت تزعجت من اللي شفته من مشروع المجاري؟ لا انا اصلا رحت منزعج. زين. يعني ما تفاجات بشيء، لأنه مثل ما تعرف حضرتك أنا كنت محافظ وقريب للمحافظين وقريب للمحافظات، يعني ابن هذه الأجواء. نعم. وعندي تصور تام لما يحصل في مشاريع الوزارة في المحافظات. فمن رحنا للسماوة أنا عندي تصور بأنه مشروع المجاري يعني أحدث كارثة حقيقية. يعني كل مشاريع المحافظة هي متوقفة باعتبار هذه البنية التحتية. ما لم تستكمل لا يكون هنالك أي مشروع، كان يكون إكساء أو تبليط أو رصيف أو متنزه. وبالتالي من رحنا إحنا يعني عازمين على أنه إيجاد حلول، وهي واحدة من استراتيجيات عملنا أنه موقعيا وميدانيا نسمع من المقاول ما هي المشاكل الحقيقية لتلكؤ المشروع، ونطرح العلاجات والحلول لهذه المشاكل، ومن ثم نطبق ونفعل وننفذ هذه الحلول لهذه المشاكل موقعيا وآنيا وميدانيا. وهذه الإجراءات اللي راح نتخذها إذا ما جابت نتيجة خلال فترة إحنا راح نحددها، سوف نلجأ للخيار الأصعب. الخيار الأصعب هو سحب العمل من المقاول. سابقا هذا الخيار يعني لم يكن أصعب فقط، وإنما كان بتعبيرنا أنه يزيد الطين بلة عندما نسحب العمل من المقاول. ليش؟ لأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 سنة 2008 تنص صراحة على أنه لا يجوز سحب العمل وتنفيذه مرة ثانية إلا بعد استحصال إذن قضائي. وهنا تجينا مشكلة الإذن القضائي. يعني على سبيل المثال كنموذج بسيط جدا اللي هو مشروع ماء الكوت، أحيل في سنة 2005، الآن نحن في سنة 2011 نسبة الإنجاز 9%. السبب بأنه هنالك معاملة ودعاوى طويلة عريضة في القضاء، يعني لمدة سنتين أو سنة ونص إحنا لم نستحصل إذن قضائي للإعلان مرة ثانية. حقيقة هذه المشكلة مشخصة، مشكلة التشريعات والتعليمات المحددة والمعرقلة للمسؤول، فطرحتها بقوة في مجلس الوزراء، وحمدا لله أنه تم استحصال وموافقة مجلس الوزراء على تعديل هذه المادة حصرا. على وصارت بالصيغة التالية، بأنه المشروع المتلكي الشركة المتلكية بعد توجيه إنذارات إلها وما جاءت تستجيب للمهندس المقيم والجهة المشرفة، فيصار إلى سحب العمل بدون استحصال إذن قضائي. ممتاز. وعلى المتضرر يعني نسحبه ونعلنه مرة ثانية ونباشر بتنفيذه، وعلى المتضرر الرجوع إلى القضاء. وذيك أيضا تخلوها بالقائمة السوداء، ذيك الشركة مصادرة التأمينات وجعلها في القائمة السوداء وإدراكها في دليل المقاولين. هاي الشركات عراقية اللي سوت هيش هذا التلكؤ. أنا بس أشير إلى مسألة ويمكن طرحها أحد المتصلين، حسن بن السويد من قالوا حكي على السماوة. يعني على مشاريع السماوة الفساد غير مختص بشركات عراقية أو بشركات أجنبية، وإنما الفساد يطال الجميع. العبرة ليست بأنه شركة أجنبية أو عراقية، العبرة بأنه هذه الشركة رصينة وذات كفاءة وإمكانية مالية أو فنية أم لا. لدينا كثير من الشركات العراقية حقيقة أنه يحق للإنسان العراقي أن يفتخر بها على مستوى الكفاءة والإمكانية والتنفيذ، مواصفة على كل المستويات. وهنالك شركات أجنبية حقيقة يعني عانينا الأمرين منها، الأمرين من شركات أجنبية، لأنه مع الأسف الشركات الأجنبية عندما تأتي للعراق تأتي شكلا اسمها، لكن الواقع العملي أنه ينطيها الواقع العملي. أنتوا عندكم تاريخ لهذه الشركات؟ لو مثل أبو السوق يأكلكم بال...